الجمهورية ممكن كلمة للإذاعة تحية للشعب التونسي. تحية. هذا نهار مبروك للتونس الكل، والدليل على ذلك أنه مش عندنا فقط الدستور، عندنا الطر أو شبه الطر. ما شاء الله. عن مصر مرزوقي، أنت قلت اليوم فضل. قلت اليوم أنه الدستور هذه هدية للأجيال القادمة وتنفت للصغار، لكي تضح لنا أكثر. الأجيال هم اللي باش يحبوا الأحلام الفيل، لأن الدستور شنو؟ الدستور مازال مشروع، راهو مازال أحلام. انه الكرامه والتنميه هذه كلها راهي مشاريع، شكون مش اذا كان ماهمش الصغار انتم شعب عظيم وافخروا بنفسكم وبشعبكم ودولتكم.